السلام عليكم. راح نستكمل اليوم موضوع مشتقات الاقترانات الدائرية، وأذكركم بالمشتقات الموجودة أمامكم على الشاشة: مشتقة الساين كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة التان سيكن تربيع، مشتقة الكوتان سالب كوسيكن تربيع، مشتقة السيكن تساوي سيكن تان، ومشتقة الكوسيكن سالب كوسيكن كوتان. كنا أعطيناكم مجموعة من التطبيقات، اليوم راح نستكمل مع تطبيقات جديدة. قبل ما نحل السؤال الجديد، بنصحكم أن تعود إلى مبادرة شعلة 13 حتى تتذكر التفسير الهندسي للمشتقة الأولى. فمثالنا هون، إذا كان f of x تساوي 2 sin x ناقص 4 cosine x، فبدنا وأول إشي جد ميل المماس لمنحنى الاقتران f of x عندما x تساوي 0. نتذكر إنه الميل عادة كنا نرمز له بالأم عند x تساوي 0 تساوي مشتقة f عند x تساوي 0. فهي القاعدة. فإذا الآن بحاجة نحسب المشتقة الأولى ل x. المشتقة الأولى ل x اللي هي مشتقة المجموع أو مشتقة حاصل طرح اقتران تساوي طرح المشتقات. مشتقة 2 ساين إكس تساوي 2 في كوساين إكس ناقص، نزلناها كما هي، مشتقة 4 كوساين إكس، مشتقة ثابت في اقتران الثابت في مشتقة الاقتران، فبنحط 4 كما هي. مشتقة الكوساين إكس بنكون مذكرينها هي سالب ساين إكس، وهذه عبارة عن 2 كوساين إكس زائد 4 ساين إكس. الآن بنعوض الميل لما x تساوي صفر، هي المشتقة عند الصفر f برايم للصفر، وتساوي 2 كوساين صفر زائد 4 ساين صفر. طبعا هون نحتاج نرجع للجدول اللي اعطيناه اياه المرة الماضية. تتذكروا انه عند الصفر كوساين الصفر هي 1 وساين الصفر قيمتها 0. فنعود الآن، اوكي، فالان 2 كوساين صفر اللي 2 في 1 زائد 4 ساين الصفر اللي 4 في 0 وتساوي 2. السؤال الثاني، جد معادله المماس لمنحنى الاقتران f of x عندما x تساوي باي على 2. نتذكر ايضا في مبادره شعلة 13 ان الصيغه العامه لمعادله المماس عندما x تساوي باي على 2 هي y ناقص f الباي على 2 تساوي f برايم للباي على 2 اللي هي نفس الميل عند الباي على 2 في x ناقص باي على 2. فبداية نحاجة نحسب f الباي على 2. f الباي على 2 اللي هي 2 في ساين باي على 2 ناقص 4 كوساين باي على 2. الجدول اللي وضعنا لكم إياه المرة الماضية في مبادرة شعلة 18، تتذكروا أنه ساين باي على 2 هي 1، بصير 2 في 1 ناقص 4 كوساين باي على 2 أيضا في نفس الجدول تساوي 0، إذا 2 ناقص 0 تساوي 2. الآن بحاجة نحسب f برايم أو مشتقة عند الباي على 2، فبنحسب f برايم للإكس وحسبناها بالفرع الأول. فمن خلال الفرع الأول الآن بنعوض مكان الإكس قيمة باي على 2. f الباي برايم للباي على 2 هي 2 في كوساين باي على 2 زائد 4 ساين باي على 2. 2 كوساين باي على 2 هي 2 في 0 زائد 4 ساين باي على 2 اللي هي 4 في 1 وتساوي 4. إذا أوجدنا f الباي على 2 وأوجدنا f برايم للباي على 2. جاهزين الآن نضع صيغة معادلة المماس المطلوبة، وهي y ناقص 2 اللي هي f باي على 2 تساوي الميل اللي هو f برايم على 2 اللي هي 4، نفتح قوس في x ناقص باي على 2. اوكي، طبعا اذا كان هذا السؤال ضع دائره ممكن ما يكون بهذا الشكل، فبدك تبسطه، تكتب على صيغه اي واي تساوي اي اكس زائد بي، فقط بتدخل 4 جوا وبعدين تنقل الاثنين للجهه سالب 2 للجهه الاخرى. مثال اخر، جد معادله المماس لمنحنى الاقتران اف اوف اكس تساوي 1 زائد ساين اكس على كوساين اكس عندما اكس تساوي باي.
الصيغة المطلوبة y ناقص f الباي تساوي f برايم للباي في x ناقص باي. فبحاجة نحسب f الباي. f الباي 1 زائد ساين باي على كوساين باي. لما نكون حافظين الجدول مر معانا المرة الماضية نعرف أن ساين باي هي 0 وكوساين باي سالب 1، فبصير 1 زائد 0 على سالب 1 وتساوي سالب 1. أوكي؟ الآن بدنا نحسب f برايم مشتقة. مشتقة ممكن واحد يعوض المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. لكن هون بدي أعودكم على طريقة ثانية بهيك حالات. نلاحظ انه f of x اللي هي 1 زائد sin x على cosine x نقدر نكتبها على شكل 1 على cosine x زائد sin x على cosine x. ببساطة إذا حسبت هذول مجموع الكسر ترجع هون لأن المقام موحد. هلا 1 على كوساين اكس هي سيكن زائد ساين اكس على كوساين اكس اللي هي تان اكس. فالمشتقه الان اصبحت اسهل. مشتقه السيكن بنكون حافظينها اللي هي سيكن تان زائد مشتقه التان هي سيكن تربيع اكس. هلا ظل بنحاول بدنا نحسب الميل عند الباي اللي هي اف برايم للباي. الميل عند الباي تساوي مشتقه اف عند الباي وتساوي سيكن باي تان باي زائد سيكنت تربيع باي. حكينا لكم انت اذا عرفت الساين والكوساين للقيم تقدر تحسب باقي الاقترانات المثلثيه. فمثلا سيكنت باي اللي هي 1 على كوساين باي. كوساين باي اللي هي سالب 1، فواحد على سالب 1 تساوي سالب 1. تان باي هي ساين باي على كوساين باي، ساين باي 0 على 1 وتساوي 0. زائد سيكنت تربيع باي مره ثانيه اللي هي سالب 1 تربيع. سالب واحد في صفر صفر، سالب واحد تربيع هي واحد، فأصبح صفر زائد واحد وتساوي واحد. صار عندنا الاف برايم للباي محسوبة واف الباي محسوبة. جاهزين نضع صيغة معادلة المماس عندما اكس يساوي باي اللي هي واي ناقص السالب واحد اللي هي صورة الباي تساوي ميل واحد في اكس ناقص باي، ونقدر نبسطها بهذا الشكل. أتحقق من فهمي اللي هي معادلة المماس للإقتران f of x تساوي x تربيع كوساين x لما x تساوي باي على 2. مثال آخر، طبعا هون مرة ثانية بحاكي لك عد إلى مبادرة الشعلة 13 للتذكر، نفس الشيء اللي هو التفسير الهندسي. أثبت عدم وجود مماس أفقي لمنحنى الإقتران f of x تساوي 3x زائد ساين x زائد 2. طبعا هون بالمبادرة الشعلة 13 حكينا المماسات الأفقية تحدث لما تكون المشتقة تساوي صفر. طبعا بمعنى آخر مطلوب هو إثبات عدم وجود حل. لما أقول ما في مماس أفقي إذا ما في حل للمعادلة المشتقة f برايم للإكس تساوي صفر. بدنا نثبت إنه ما لهاش حل. هلا مشتقة f برايم للإكس مشتقة المجموع تساوي مجموع المشتقات. مشتقة 3 اكس هي 3 زائد مشتقة الساين اكس اللي هي كوساين اكس زائد مشتقة 2 اللي هي مشتقة الثابت تساوي 0. هلا بنحل المعادلة اف برايم للاكس تساوي 0 معناها 3 زائد كوساين اكس تساوي 0 ومعناها انه كوساين اكس تساوي سالب 3. هلا كوساين اكس تساوي سالب 3 مستحيل لانه معلوماتنا في مبادرة الشعلة 18 لما ذكرناكم عن الساين والكوساين من خلال الرسمة أو من خلال المدى حكينا أنه مدى الإقتران كوساين إكس هو بين السالب واحد وواحد، فمستحيل ألاقي زاوية مثلا كوساينها تساوي سالب ثلاث. إذن هاي المعادلة ما لها حل، والمعادلة الأخيرة كوساين إكس تساوي سالب ثلاث لا يوجد لها حل. ليش؟ لأنه دائما كوساين إكس محصورة أكبر أو يساوي سالب واحد وأقل أو يساوي واحد لكل قيم إكس تنتمي للسالب إنفينيتي وإنفينيتي. طبعا هذا اللي حكينا انه ما فيش حل معناته انه ما فيش مقياس افقي للاقتران. اتحقق من فهمي اثبت عدم وجود مماس افقي لمنحنى الاقتران الموجود امامي بنفس الطريقه. بس ممكن قبل ما نكمل حل اذكركم برسمه الاقتران ساين والكوساين. هيئتها هاي الساين هاي الكوساين. وهون حكينا انه المدى الاقتران
الساين ومدى الاقتران كوساين هو بين الفترة المغلقة سالب واحد وواحد. طيب نكمل. إذا كان اف اوف اكس تساوي 3 ساين اكس ناقص ساين تكعيب المطلوب، أثبت أن المشتقة الأولى اللي هي اف برايم للاكس تساوي 3 كوساين تكعيب. خلينا نشتق اشتقاق عادي. الاف برايم للاكس مشتقة الثلاثي ساين اكس اللي هي 3 كوساين اكس ناقص مشتق الساين تكعيب اكس، بتذكرنا مشتقة جي اوف اكس قوى ار لما اخذنا قاعد سلسل، حكينا مشتقة جي قوى اكس قوى ار هي ار جي اوف اكس قوى ار ناقص واحد في مشتقة ما داخل القوس جي برايم للاكس. فهون بصير عندي 3 في ساين تربيع اكس في مشتقة الساين اللي هي كوساين. لاحظ هون في عندي 3 كوساين اكس وهون 3 كوساين اكس، فبقدر اخذهم عامل مشترك، فبصير 3 كوساين اكس في 1 ناقص ساين تربيع اكس. فهو نتذكر اي في بي ناقص سي هي اي بي ناقص اي سي. مره ثانيه 1 ناقص ساين تربيع اكس نتذكر متطابقه وذكرتكم فيها في المره الماضيه انه ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس تساوي 1. فاذا بما انه ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس تساوي 1، اذا 1 ناقص ساين تربيع اكس لما ننقل ساين تربيع اكس للجهه الثانيه بتصير كوساين تربيع اكس، وهذا اللي عملناه. 1 ناقص ساين تربيع اكس كتبت مكانها كوساين تربيع اكس، فصارت 3 كوساين اكس في كوساين تربيع اكس واللي هي 3 كوساين تكعيب اكس. السؤال بعده بدنا المشتقه الثانيه للاكس. هون للي ناسي مشتقات عليا برجعه لمبادرة الشعلي 16 حتى يتذكر المشتقات العليا. هلا المشتقة الثانية لإكس، فبدك مشتقة المشتقة الأولى، هاي المشتقة الأولى. فالمشتقة الثانية مشتقة ثابت في اقتران، نطلع الثابت برا 3. مشتقة كوساين تكعيب إكس مرة ثانية مشتقة جي قوى إكس قوى آر جي إكس قوى آر. فبصير آر 3 في جي أوف إكس اللي هي كوساين إكس هو ار ناقص واحد اللي هي 3 ناقص واحد 2 اللي هي كوساين تربيع اكس في مشتقة الكوساين اللي هي سالب ساين. لما نرتبها بصير 3 في 3 9 في سالب في سالب 9 ساين اكس كوساين تربيع اكس. ايضا من خلال قاعدة السلسلة ممكن نستنتج مجموعة اشياء، انه ساين جي اوف اكس، احنا قلنا المرة الماضية ساين اكس مشتقتها كوساين اكس. طب لو كان الساين للاقتران جي اكس بشكل عام فبتكون كوساين جي اكس، بس بنرجع نشتق الزاويه جوا اللي هي جي برايم للاكس. نفس الشيء كوساين جي اكس مشتقه اللي هي كوس سالب ساين جي اكس، برجع اشتق الزاويه اللي هي جي برايم للاكس. ونقلد باقي تان جي اكس مشتقه اللي هي سيكنت تربيع جي اكس في المشتقه اللي جوا جي برايم اكس وهكذا. طيب خلينا نستفيد من ذلك. جد مشتقة الاقتران f of x تساوي tan 4x تكعيب. فلاحظ الآن بطلنا نحكي عن tan x، نحكي عن tan 4x تكعيب. شو مشتقتها؟ تشتق، مرة ركزوا على كلامي، نشتق التان بشكل عادي، برجع بشتق الزاوية. مشتقة التان اللي هي secant تربيع 4x تكعيب. طب إيش مشتقة 4x تكعيب؟ لي 4 في 3 اكس تربيع لي 12 اكس تربيع سيكنت تربيع ل 4 اكس تربيع. طبعا بالحساب 4 في 3 لي 12 اكس تربيع سيكنت تربيع 4 اكس تربيع. مثال اخر ساين اكس تربيع زائد 1 شو مشتقتها؟ مشتقة الساين كوساين، برجع بضربها مشتقة الزاويه جوا، مشتقة اكس تربيع زائد 1 هي 2 اكس، فالجواب هو 2 اكس كوساين اكس تربيع زائد 1. مثال آخر مشتقة ساين تان للإكس تكعيب زائد 2 إكس، فمشتقة الساين هي كوساين تان إكس تكعيب زائد 2 إكس، برجع بشتق الزاوية جوا بس الزاوية جوا هي تان إكس تكعيب زائد 2 إكس، برجع بشتقها مرة ثانية اللي بشتق الزاوية اللي جواتها مرة ثانية. إذا لاحظ إذا كوساين تان إكس تكعيب 2 إكس في مشتقة الزاوية جوا اللي هي تان إكس تكعيب زائد 2 إكس، تان إكس تكعيب زائد 2 إكس برجع أشتق الزاوية اللي جوا التان اللي هي 3 إكس تربيع زائد 2، مشتقة التان سيكنت تربيع إكس تكعيب زائد 2 إكس
في كوساين 10 اكس تكعيب زائد 2 اكس. فهون كأن السلسلة عملها على مرحلتين. اوكي؟ ليست مرحلة واحدة. مثال آخر، جد مشتقة الاقتران اف اوف اكس تساوي كوساين تربيع 4 اكس تكعيب زائد 2 اكس ناقص 5. فهون عندي اقتران اس. كيف بشتقه؟ بقول 2 في كوساين في مشتقة ما داخل اس اللي هي مشتقة الكوساين. مشتقة الكوساين، مشتقة الكوساين هي سالب ساين، برجع اشتق الزاوية بعدين اللي جوا اللي هي بصير عندنا، لاحظ مشتقة ال 4 اكس تكعيب زائد 2 اكس ناقص 5 هي عبارة عن 12 اكس تربيع زائد 2. طبعا في عندي هون اس اوس 2 كوساين، اوكي، ومشتقة الكوساين هذه هي سالب ساين. اوكي، ممكن نعاد الترتيب، ادخل 2 جوا مع السالب اللي بندخل سالب 2 فعليا، بصير سالب 24 اكس تربيع ناقص 4 في ساين في كوساين. مثال اخر، اذا كان اف اوف اكس تساوي ساين تربيع اكس تربيع، جد لي اف برايم للاكس. طبعا هون بدنا نستخدم متطابقه انه ساين 2 اكس هي 2 ساين اكس كوساين اكس، اتذكروها هي متطابقه مهمه. اوكي؟ فالان اف الاكس ساين تربيع اكس تربيع المشتقه الان نتخلص من الاس ل 2 ساين اكس تربيع في مشتق الساين اكس تربيع. مشتق الساين اكس تربيع هي كوساين اكس تربيع في مشتق اللي هي في 2 اكس مشتقه الزاويه. فصار عندي لاحظ 2 في 2 اكس ساين اكس تربيع كوساين اكس تربيع، وركزوا لي على جمله 2 ساين تربيع ساين اكس تربيع كوساين اكس تربيع. زي هاي 2 ساين اكس كوساين اكس كان ساين 2 اكس. طب 2 ساين اكس تربيع كوساين اكس تربيع، مكان الاكس بدنا نضع اكس تربيع بصير ساين 2 اكس تربيع. واذا هاي 2 اكس ساين 2 اكس تربيع. اوكي؟ ممكن واحد يقول طب هل ضروري اني ابسط بهذه الصوره؟ هي احيانا المشكله انه اذا سالك السؤال اذا كان اف اوف اكس تساوي كذا، طبعا هو هون انا السؤال مش مكمله، فاثبت ان اف برايم اكس، انا هيك القصد لان انا مجبرني هون، فهون السؤال للي بنقول تاكدوا اني انا ناسي السؤال، السؤال مش مطلوب نوجد قيمه اف برايم اكس، بدنا نثبت ان اف برايم اكس تساوي 2 اكس ساين 2 اكس تربيع. اذا هون في نقص خطا املائي وخطا مطبعي، انه اف برايم اثبت ان اف برايم اكس تساوي 2 اكس ساين 2 اكس تربيع، فهذه صيغه مجبرين نستخدم المتطابقه. فهون في خطأ مطبعي ناسي أكتب لك إنه 2 إكس ساين 2 إكس تربيع، أرجو المعذرة وكم تكتبوها. زي ما تذكرنا ساين 2 إكس تساوي 2 ساين إكس كوساين إكس، فرصة نتذكر متطابقات ثانية، إنه كوساين 2 إكس تساوي كوساين تربيع إكس ناقص ساين تربيع إكس. أيضا بنعرف إنه كوساين تربيع إكس هي 1 ناقص ساين تربيع اكس. فبصير عندنا 1 ناقص ساين تربيع ناقص ساين تربيع، اذا 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس. يعني صار عندي كوساين 2 اكس بقدر اكتبها على شكل 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس. والمتطابقه كوساين 2 اكس تساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس، نقدر نستنتج منها قاعده مهمه ايضا نحفظها، انه ساين تربيع اكس تساوي نص في 1 ناقص كوساين 2 اكس، ممكن طبعا راح تحتاجوها بالمستقبل. ايضا بدل ما ابدل ارجع للعلاقه الاصليه كوساين 2 اكس تساوي كوساين 2 اكس ناقص ساين تربيع اكس. احنا اول مره بدلنا كوساين تربيع 1 ناقص ساين تربيع. ممكن نبدل ساين تربيع في 1 ناقص كوساين تربيع. فبتحصل على 2 كوساين تربيع اكس ناقص 1 اللي هي نفسها كوساين 2 اكس. بتنقل ناقص 1 بتقسم على 2 بتطلع على نتيجه اخرى ايضا تحفظها، انه كوساين تربيع اكس تساوي نص في 1 زائد كوساين 2 اكس. مثال اخر، جد معادله المماس لمنحنى الاقتران اف اوف اكس تساوي اكس زائد كوساين 2 اكس لما اكس تساوي 0. ببساطه الصيغه العامه لمعادله المماس واي ناقص اف الصفر تساوي اف برايم للصفر في اكس ناقص 0. اف الصفر اللي هي صفر زائد كوساين 2 في صفر اللي هي كوساين الصفر اللي هي 1، فاف الصفر تساوي صفر زائد 1 وتساوي 1، لان بحاجه نحسب المشتقه اللي هي 1 هلا زائد كوساين 2 شو مشتقتها؟
مشتق الكوساين سالب ساين 2 اكس، بس لاحظ نرجع نشتق الزاويه جوا مشتق 2 اكس اللي هي 2. اذا الميل لما اكس يساوي صفر اللي هي اف برايم للصفر، بالتعويض تطلع معك 1. فصار كل الامور جاهزه، فقط تعوض وتحسب من خلالها معادله المناسب. واي ناقص اف الصفر 1 يساوي الميل 1 في اكس ناقص صفر، بالتفصيل تطلع معك واي تساوي اكس زائد 1. مثال اخر، جد معادله المماس لمنحنى الاقتران اف اوف اكس يساوي تان 3 اكس عندما اكس تساوي باي على 4. الصيغه العامه هون هلا اف الباي على 4 اللي تان 3 باي على 4. لاحظ 3 باي 4 للي ناسي هي في الربع الثاني. ها نذكركم، اسمحوا لي اذكركم المره الماضيه الجدول. السماء وصلنا له الجدول قبل هذا الجدول. ف3 باي على 4 هياتها، لاحظ انه التان 3 باي 4 اللي هي سالب 1. او حكينا لكم انه باي على 4 بتكون حافظها بالربع الاول 1، ولما تحولها للربع الثاني باي ناقص باي على 4 راح يطلع معك 3 باي على 4، والتان في الربع الثاني بيكون سالب، فبتكون سالب 1. إذا نرجع فكان 3 باي 4 يساوي سالب 1. هلا بدك تحسب المشتقة اف برايم الاكس مشتقة التان سيكنت تربيع 3 اكس، بعدين تشتق الزاوية 3 اكس مشتقة 3. فالميل عندما اكس يساوي باي 4 تساوي اف برايم للباي على 4 وتساوي 3 سيكنت تربيع لل 3 باي على 4. سيكنت هي 1 على كوساين، فالسيكنت تربيع اللي 1 على كوساين تربيع 3 باي 4، وفي عندنا اصلا 3. بنرجع للجدول بنكون حافظين الكوساين في الربع الثاني سالب، بس نفس كوساين باي 4. كوساين باي 4 كان 1 على جذر 2، في الربع الثاني بصير سالب 1 على جذر 2. بس احنا هون في عندنا تربيع، فسالب 1 جذر 2 الكل تربيع. الان لما تفك التربيع بتروح الجذر وبتروح الناقص، بصير 1 على 2. فبصير 3 مقسومة على 1 على 2. 3 القسمة بصير ضرب، 1 على 2 المقلوب 2، 3 في 2 وتساوي 6. إذا الآن جاهزين نضع معادلة المماس، y ناقص الناقص 1 اللي هي y زائد 1 تساوي الميل 6 في x ناقص ال c عندي باي على 4. مثال آخر، تحقق من فهمي جد معادلة المماس لمنحنى الاقتران g of x. مش انا اسف مش حاد محدد النقطه، فهون حطوا عندما اكس تساوي صفر، هون عندما اكس تساوي صفر هو مثال بالكتاب بالمناسبه، مثال بالكتاب طالب فناسي يعني بالضبط ايش هو، بس مبدئيا حطوه عند اكس يساوي صفر، او ترجعوا لكتاب الطالب أو كتاب التمارين أحد الأمثلة وتشوفوا شو السؤال. مثال آخر، إذا هون في خطأ مطبعي آخر، تحط عندما إكس يساوي صفر. مثال، إذا كان أف أوف إكس يساوي ساين 4 إكس زائد كوساين 4 إكس، أثبت إنه المشتقة الثاني لإكس زائد 16 في أف أوف إكس تساوي صفر. طب شو بدنا نعمل؟ ببساطة بتعوض مكان اف البرايم دبل برايم المشتقة الثاني لاف زائد 16 اف، ويطلع الجواب الاخير صفر. تبدا بالليفت هاند سايد بالجهه اليسرى وسلسله خطوات منطقيه بيطلع الجواب معك الجهه اليمنى. فاذا بحاجه نحسب المشتقه الاولى، المشتقه الاولى هي 4 كوساين 4 اكس، مشتقه الكوساين سالب ساين 4 اكس، بس لا ننسى نشتق الزاويه اللي هي سالب 4 ساين ناقص 4 ساين 4 اكس. المشتقه الثانيه اللي هي 4 في سالب في 4 مره ثانيه في سالب ساين 4 اكس، سالب 16 ساين 4 اكس ناقص 16 كوساين 4 اكس. الان عوض اف دبل برايم زائد 16 اف، مكان اف الدبل برايم بتعوض القيمه اللي طلعت معنا هون زائد 16 مكان اف تضع الاف الاصلي وتساوي، لاحظ نزلنا مثل ما الاقتران اول اقتران كما هم،
لكن بعدين دخلنا 16 جوا، فصار عندنا سالب 16 ساين ساين 4 اكس زائد 16 4 ساين 4 اكس بيروحوا مع بعضهم، ناقص 16 كوساين 4 اكس زائد 16 كوساين 4 اكس بيروحوا مع بعضهم، فالجواب يكون صفر وهو المطلوب. اتحقق من فهمي نفس المثال اعلاه، بس صار اف اكس شو بصير؟ حطينا مكانها 3 ساين 4 اكس زائد 2 كوساين 4 اكس، فبتثبت نفس المعادله، المشتقه الثانيه لاف دبليو برايم اكس زائد 16 اف اكس يساوي صفر. طبعا هون اذكركم او احكي لكم انه المثال الاعلى هو مثال اكسرسايز بالكتاب تمرين، ولكن هون بالتشبيه شبهته بمثال من عندي، فهذا متوقع انه بالوزاره انه بيجيك اسئله هي مثلها بالكتاب وبيغيروا بعض الارقام بحيث انه يفهم منك الكاتب السؤال انك انت فاهم ما كان مكتوب في الكتاب او السؤال لما حليته. مثال اخر، اذا كان واي تساوي يو زائد سيكنت تربيع يو واليو تساوي باي اكس، فبدنا دي واي باي دي اكس عندما اكس تساوي ربع. هون بدنا نتذكر بدنا نعود لمبادره شعله رقم 17 اللي هي قاعده السلسله. لاحظ ان الواي مش مرتبطه مباشره مع يو، واي مرتبطه واي مع اكس، فالواي مرتبطه مع يو واليو بالنسبه لاكس، فدي واي باي دي اكس او دي واي باي دي يو في دي يو باي دي اكس. طبعا ممكن ما كنت حالي لكم سؤال مباشر لما اخذنا قاعده سلسله زي هيك، فهذا بيساعدك انه تحل بشكل مماثل لاختبارات اخرى لما تكون الاسئله مثل ما هو موجود امامكم. فالان بدك تحسب دي واي باي دي يو. دي واي باي دي يو هي مشتقة اليو واحد، مشتقة السيكنت تربيع يو اللي هي جي اوف اكس قوى او جي قوى يو قوى ار، اللي ار 2 سيكنت يو في مشتقة ما داخل الاس اللي هي مشتقة السيكنت اللي هي سيكنت تام. سيكنت مع سيكنت صار سيكنت تربيع يو ثاني. اوكي؟ هلا ايضا دي يو باي دي اكس شو بتساوي؟ باي. طبعا السؤال بدنا نحسب دي واي باي دي اكس لما اكس تساوي ربع، وهون عندنا اقتران بدلاله يو بنرجع نحوله بدلاله اكس، او لما اكس تساوي ربع بحسب كم قيمه يو، وهذا اللي عملته هون. لما اكس تساوي ربع يو عباره عن باي في ربع اللي هي باي على ربع. طب هو هون انا عندي اكس تساوي ربع، اذا باي يو تساوي باي في ربع اللي هي باي على ربع. الآن بنعوض دي واي باي دي يو لما يو تساوي باي على ربع، اللي هي عبارة عن واحد زائد اثنين سيكنت تربيع للباي على ربع تان باي على ربع. هون الآن بدك ترجع تتذكر الجدول. أنت بالجدول كان عندك كوساين باي على ربع، كوساين باي على ربع اللي هي واحد على جذر اثنين، فالسيكنت باي على ربع واحد على جذر اثنين، جذر اثنين تربيع جذر اثنين مع التربيع بيروح الجذر، ظل عندي ايش؟ اثنين. ايضا بالجدول السابق اللي يكون حافظ الزوايا تان باي 4 اللي هي 1، بالاخير طلع الجواب معك 5، بس ما كملنا الحل. هلا دي اكس باي دي يو باي بغض النظر عن قيمه اكس، اذا دي واي باي دي اكس لما اكس تساوي ربع تساوي هون طلع معنا 5 وهون طلع معنا باي، فالجواب 5 باي. اتحقق من فهمي نفس السؤال ولكن بدنا لما الاكس يساوي 6. يعطيكم العافيه، بعتذر عن طول الفيديو ولكن هيك حتى غطينا قدر الامكان مجموعه كبيره من التمارين والتطبيقات على مشتقات الاقترارات الدائريه. الى اللقاء مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.